خير حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل كامل ملاح. كما راكم تشوفوا اليوم جيت يعني في هذا الفيديو راح ندير لكم روتيني المسائي. كي نطلع شيا وجدرت كامل وجدت العشاء، وراح ندير لكم تنظيف للبشره، طريقتي في تنظيف البشره في البيت، يعني كامل كيفاش ننقوا لابو تاعنا. يعني هذا كان تحت طلب واحد الاخت، يعني نقولها سمحي لي طولت عليك. بون لهنا كيما درت لاسيست نطلع شيا، درت قهوه، نفحت لي شرب قهوه اليوم بحبيبه تاع الكاطو، هذا كان عندي ما خدمتوش. ومن بعد قبالة بعت لي كملت القهوه ديالي، الطابليه تاع الشغل، والى المطبخ نبداو يعني الاشغال تاعنا اللي نديروها يعني كل يوم تقريبا كل يوم. هنا راني نمسح في الماعن اللي فطرنا بهم، نستفهم. ومن بعد جلست قباله غسلت الفنجال ديالي بطبسي وكامل هكذا باش نحيهم نحطهم هما الولا يقدروا. يعني هنا كنت غير انا ووليدي في الدار، الزوج تاعي كان خدام. هنا اللي نغسل في هذوك المعنات، ونوري لكم ثاني هذه الطريقه اللي نديرها، يعني التلوه تاع القهوه توجور ندير بها ماساج في يدي، غوماج عفوا في يديا، ونحك بشكل دائري. يعني القهوه عندها واحد المفعول يا خواتاتي جد مرطبه، وتنحي كامل القشور الميته. يعني طونزون طون ما نديرهاش دائما مين داك هكذا كيما راكم تشوفوا، حكيت كامل يديا. نتوما بطاوشيا بواحد 5 دقائق نتوما تقوميو، ومن بعد شلو بالماء نورمال تمد لكم واحد الترطيب هايل. انا كيما راكم تشوفوا جا الزوج تاعي جاب لي شويه قضيان كان ناقصني، بطاطا، قزبر، معدنوس، وشويه تاع اللحم لا فيونداج عفوا، والدجاج. يعني هنا كنت عندي العشاء للشيخي ومان الزوج تاعي باسكو عجوزتي ما كانتش في الدار، درت لهم العشاء، يعني عشانا عادي مديت لهم منه. هنا دائما ندير انا المعدنوس والقزبر في العلبه كيما هذه، وندير لهم بابي هكذايا ورق المطبخ هكذا باش ما يشدوا لي مده اطول. هنا فت في المعدنوس ديالي اللي نسحقو نحيت كميه اللي نطيب بها عشايا، نحيتها وقطعتها هكايا باش من بعد نبدا نقطع الدجاجه ديالي. هنا كما راكم تشوفوا حنبدا نقطع الدجاجه، يعني هاد الطريقه درتها لكم تاع الدجاج للمبتدئات، على بالي بلي كامل نسا تعرف، ويعني للمبتدئات. ويعني بالمناسبه انا الجلده تاع الدجاجه نحيها ما نخليهاش، ولي كويس كنت نحيهم نورمال. ومن بعد قال لي الزوج تاعي يحبهم كبار، يعني مع شوفوا النص اللوراني كامل نحيته تاع الدجاجه ونقسم كلش اون دو. شوفوا طريقتي كيما على بالكم الجد فيه بزاف الميكروبات. انا كي خاصه نوصي بزاف نسا لي راهم يربوا، يعني عندهم بيبي عنده 10 شهرين، 3 شهر، 4 شهر، 5 شهور، حتى 5 شهور، 6 شهور. يعني كي يكونوا ينقوا في الدجاج ما يحطوش دراري صغار قدامهم، ولا كان يحطوهم في هكذا قدامهم وخلو. انا كنت ما ندخلش وليدي كامل معايا المطبخ كي كان وليدي راضع، يعني بيبي كي يكون نقي هكذا في الدجاج، خاطر الدجاج فيه بزاف ميكروبات. كيما راكم تشوفوا حبيباتي لهنا راني عفوا راني نحيت هذيك الجلده كامل هذيك الدجاجه، وراني نقطع فيها. وهنا نعطيكم معلومه لهذيك الرقبه، نحو لها هذاك الجزء حوالي 1 سنتيمتر نحوه الفوقاني خاطر يتراكم فيه الدم. وهنا نحي هذيك الكبده ديالي وهذاك القلب، نديروا بهم رز ولا نديروا بهم اي حاجه، ولا حتى نقلوهم للدراري باسكو فيهم بزاف لي فيتامين. هنا الزدر تاعي نقسمو على 3 كيما راكم تشوفوا، خاطرش نسحقو هكذا كبير ندير به وصفات. وهاملك لي كويس ديالك شن نقطعهم، نفوتو نحيو هذاك الجزء التحتاني هذاك تاع الدجاجه، وهنا نحيو لها ثاني الجلده. انا برك يكون ديسيدي ندير دجاج محمر اللي نخلي الجلده تاع الدجاج هنا، ونحو هادوك باش ما يطلقوناش ريحه ماشي شابه كيما على بالكم فيهم ريحه، ماشي ريحه شويه فايحه حاجاكم. ونغسلهم بالماء والخل، وما جبلي ربي شت ماما دير لا فارين في هذا الدجاج. ومن بعد كي نروح نسقسيها باش نوريكم طريقه اكزاكت. هنا انا دايره لافيت يعني وحدها ابار فديرتها في البالكون، غير كي نقيت الدجاج نجيبها نغسل بها هذه اللوحه تاع الدجاج ولا اللحم، وندير لها لا جافيل. وكي يكون عندي القرص نحكها كامل بالجافيل والملح ونخليها هكذاك، ومن بعد باش نشللها. ومن بعد كل ما نغسلها نديها للبالكون تنشف يعني في الشمس باش تنحلها كامل هذوك الميكروبات. هنا كما راكم تشوفوا درت شويه تاع البصل مقطع رقيق مع عدنوس ومرسو تاع الدجاج. مرسو تاع الدجاج درتو للزوج تاعي فقط، وخاطر هو يحب ياكل الدجاج برك،
بما انه حندير الديبوله تاع اللحم ونديروا الملح نديروا الكركم ولي زيبيس ديروا شاكم حابين. درت فلفل الكحل تاعنيت درت الكمون عفوا ما درتش الكمون درت زنجبيل ونديروا الزيت وبالنسبه للاخت اللي قالت لي على هاد الطابليه اللي قالت لي وري لي الشكل ديالها هاي اللي كنوريها لها اذا حبت دير كابتور ديكران يعني هذا هو القماش اللي حبيت نشري منه باش ندير الشوره تاع الكوزينه وللاسف قال لي ما كاش مش راه كاين كامل الزهر لا غالب لو كان غير نلقاه ندير به شوره تخرج بزاف شابه. المهم ندي كامل هاد الخليط تاعي لهاد البصل والدجاج نديرهم يتقلاو فوق الاخر فوق النار وهنا ندير نفس التوابل ندير شويه بصل وندير البيض ونزيد هنا توابل غير الكمون. كما راكم تشوفوا لا فيوندا شي تحب تعجن بيان باش هذوك لي زيبيس يدخلوا كامل فيها وزدت درت لها شويه تاع الرز يعني اللي تحب تزكي الطبق تاعها دير الرز ونسيت ما درتش لا شابلوغ واش الدور تاعها في لا فيوندا شي تمدلو خفيفه يجي مشمخ من الداخل ما يجيش ناشف هذا هو الدور تاع لا شابلوغ. هنا راني نحمص في الماكله ديالي انا واش راح ندير جواز تاع خضره درت الجلبانه ديالي كانت في الكونجيلاتور نديرها توجور تتقلى مع اللحم ولا الدجاج ولا وحدها هي الاولى باش طيب لي كيما على بالكم الجلبانه دي فوا تكون ماشي طيبه تهبلنا ما تجيش بنينه لازم نحمصوها مع البصل بيان وهنا كي تتغلى لي الماء باش نرمي الخضر تاعي كيما راكم تشوفوا بعد لي تغلات لي المريقه ديالي وما كتروش الماء باش الماكله ما تجيناش معمره بالماء وندير الخضر ديالي كامل يعني اي خضر تحبوا كالي ديروا القرنون كالي انا ماكش عندي نحبو مي ماكش عندي ودوك حتى يغلي لي هذا الخليط باش نزيد لي بولات تاع لا فيونتاشي ماشي دوكا. انا حبيباتي بعد لي غلى لي اللحم المرق عفوا نرمي لا فيونتاشي ديالي وعلاش كيغلي خاطر كون نديرو هكذاك هو مازال ما غلاش يتفتح لنا كيما راكم تشوفوا نديروه هو من الفوق باش كي نجو نسقو يجينا ساهل ونخلطو هكذا ما نمسوش المره الاولى بالمغرف باش ما تلبزناش الماكله ومن جهه اخرى خليت الاكل تاعي فوق النار بتي فوي طيب نوريكم الخضيره ديالي وين نديرها البطاطا انا دايره هاد السلات هما يجو ثلاثه من ناحيه واحده نفرش هاد لا توسيغي وندير البطاطا تاعي عادي والبصل من تحتها مي نعطيكم معلومه وعن تجربتي يعني نحاول دائما نفيدكم بالحاجه اللي راني مجربتها ودايما نديرها. البطاطا اذا على بالي بلي عندكم كامل مشكل هذه خاصه هذه تزرق مين تزرق من الشمس خاصه الا حطيتوها في البالكون انا نحطها في الكوزينه ونحاول نديرها في مكان شويه مظلم. انا حبيت باتي بعث لي طابلي العشاء ديالي ما قدرتش نصور لكم بعد لي تعشينا لهنا وسقيت العجوزتي وشيخي يعني ما الزوج ديالي وشيخي وتعشينا كامل راني نغسل في الماعن كيما راكم تشوفوا لهنا كملت كامل معناتي وراني نمسح بيان سو هذيك المسحه الاخرانيه تاع البوتاجي وهذاك الفايونس وين نغسلوا الماعن باسكو كيما على بالكم هذاك التطراج تاع الماء كامل اذا ما مسحناهمش نشوف الفايونس تاعنا يولي كامل مضبب. هكذا دوك نكملوا كامل وما نخرجوش من الكوزينه اليوم حتى نوجدوا السنيوه تاع القهوه ديالنا تاع الصباح ونوجدوا لي ماسك اللي حنقوا بهم لابو تاعنا اليوم. هنا كما راكم تشوفوا درت السنيوه تاعي كوم دابيتود درت الفناجل تاع القهوه النسكافيه هنا درت مسكوتشو هبطتها للشيخ باش يشربوا قهوه وبقات لي شويه درتها هدف هاد المول الصغنون شوفوا شحال صغير غير جوست باش نشربوا ما نزيد نخدم. وهنا درت هاد الحامله هذه تاع الزجاج درت فيها الشوكولا فرماج كيري وصوالح اللي نشربوا بهم القهوه تاعنا كامل. انا كما راكم تشوفوا حنبدا لكم باول حاجه باول مقشر بون اللي عندها لي ماسك الكوماج والماسك
يعني مشاريتها تستعملهم، واللي ما عندهاش دير مواد طبيعيه. انا هذولي ماسك وقتاش نديرهم؟ كي يكون عندي عرس، تكون عندي خرجه، لازم ندير كوماج وماسك لوجهي، نقشر وجهي، وما يكونش عندي الوقت نديرها كحاجه طبيعيه في الدار. اما في سائر الايام كي يكون عندي الوقت بيان سور انا نسيبورتي بزاف الحاجه الطبيعيه ميل في واخر من الاخرى. انا واش نسحقوا في الخالي تاعنا؟ نسحقوا السكر، ملعقه سكر، ملعقه قهوه، ملعقه جوز الهند. واللي ما عندها جوز الهند اكيد راح دير زيت الزيتون، يعني مكاش كاع مشكل. انا كي راهو عندي وكاين بزاف بنات قالوا لي ديري لنا وصفات به، يعني تاع التجميل كامل، حبيت نبروفيتي لوكازيون وندير لهم. هنايا نديرو كما قلت لكم ملعقه سكر صغيره وملعقه قهوه، اللي عندها تاع التلوه طايبه من البخاس نحيها، انا رميتها على هذيك درت جديده. ونديرو ملعقه جوز الهند. جوز الهند من الاحسن يكون دايب، انا كان جامد لي لهنا، كي درت الميلانج ديالي حسيتو باللي ما تميلونجاليش مليح. زدت زيت الزيتون. واللي ما عندهاش، واللي عندها ما عندهاش هذه زيت جوز الهند، دير زيت الزيتون فقط. انا مولفه ندير زيت الزيتون، كي شريت هذا راني استعملت فيه. واللي عندها زيت جوز الهند من الاحسن ديرو دايب. هذا هنا كما كتشوفوا حسيت الميلانج تاعي جاني شويه ناشف، زدت له هكا باش يولي، شوفوا يولي شويه باش نقدروا نديروا به التقشير تاعنا البشره، وينحي ثاني لي بو هذوك لي طاش نوار. هنا عندنا الماسك الثاني، هذا الماسك على بالي لو كان تجربوه وديروه على بالي كامل، راح ترجعوا لتحت في لي كومونتير وتخليوا لي رايكم. هذا الماسك واش فيه؟ فيه الكركم وفيه العسل. كيما على بالكم الكركم والعسل ينشفوا البشره، كيما حنا انا لابو تاعي شويه لابوساج، مي هذا البتي سويس وزيت الزيتون هما يعاودوا ينحونا هذيك النشوفيه هذيك. كما على بالكم العسل مليح بزاف البشره، ينحي التجاعيد، حتى الكركم ادخلوا اليوتيوب وسقسوا عليه وتشوفوا الفوائد تاعو. انا واش عندنا؟ انا هذا الكوما يعني هذا الماسك دائما ديروا وما يخطينيش، ملعقه تاع كركم، ملعقه عسل طبيعي، يعني حاولوا ديروا عسل طبيعي من الاحسن. انا راني ناكل ملعقه تاع الكركم، ملعقه صغيره تاع العسل، يعني قيس الوجه واليدين اللي حبت دير، وملعقه بتي سويس، وخاصه اذا بتي سويس تحكم في هذاك الماء زيدوا ديروه، وملعقه زيت الزيتون. انا على استعمل زيت الزيتون خاطر على بالي بلي كان بزاف ما عندهم زيت جوز الهند، واللي عندها زيت جوز الهند دير زيت جوز الهند، اللي عندها زيت زيت اللوز دير زيت اللوز، تقدروا حتى زيت جونسون ديروه. هذا هو الماسك تاعنا واش فيه؟ ورائع، يرطب ويبيض، يمد لكم واحد النظره رائعه رائعه، نتمنى انكم تجربوه. انا كما كتشوفوا هنا وجدنا هذا المرطب اللي يجي بعد الماسك، نستعملوه في هذا البانسو. هنا درنا الماسك الثاني والماسك الاول، مازلنا واحد الماسك على بالي كاين الكثير الكثير منكم يحوسوا عليه، وهو الماسك اللي يسد المسامات المفتوحه في الوجه. انا ما كانش عندي هذا البروبليم، بصح حسيت في خدودي شويه بداو مسامات يتفتحوا لي، حبيت نبدا ندير هذا الماسك هكذا باش ما يكثروليش، هو يعني يخسر الوجه هكا يتفتحوا المسامات. هنا واش نسحقوا؟ نسحقوا ثلاثه مغارف كبار تاع الماء ما عادي من الحنفيه جبتو، عندنا واحد خط هذا نديروه تمتم فوق النار، واحد زوج ثلاثه اربعه عفوا نسيت، وملعقه تاع ماء الورد، ملعقه ماء ورد، وربع مغارف كبار ماء، ونديروا ملعقه صغيره يعني هذيك اللي تجي شويه فوق الصغيره هاي ليك تاع لا مايزينا، نخلطوهم كيما راكم تشوفوا، ومن بعد ندوهم فوق النار. وهنا نسيت ما قلت لكم شكون درت ليان كبير بسينه تاع حديد، يعني عمرتها بالماء ودرتها تغلي هكا باش نديروا لافابور لوجهنا باش نفتحوا هذوك المسامات. هنا كما راكم تشوفوا هذه البسينه دايرتها خصيصا للما كي نسخنوا الماء كي نطيحوا اون بان ولا نسخنوا فيها الماء. وهنا هاي لك الكسرونه ديالي درتها فوق النار على نار قليله راكم تشوفوا فيها، ونخلطوا يعني ثواني معدوده ويكون واجد معنا الخليط تاعنا. شوفوا كيفاش يولي هكذا، حبسوا له ما تزيدولوش، شوفوا كيفاش يولي، يعني والله من الاستعمال الاول راح تبان النتيجه تاع المسامات المفتوحه. هنا كيما راكم تشوفوا هاوليك الماسك ديالي تاع المسامات المفتوحه، والماسك الاول والماسك الثالث هاوليك. دوك نروحوا قباله للصال دو بان. كيما راكم تشوفوا هنايا
هنا واش درت؟ كملت ديت وليدي حطيته عند باباه ولا رقدوهم ولا يعني هذا الاعتناء بالبشره نديرو انا دائما في الليل ولا كيكون وليدي برا في النهار. انا واش ندير؟ درت هذاك الماء اللي يغلي ندير سربيته فوق راسي وندير وجهي لهذاك البخار، واللي عندها الورد دير اليابس لداخل، اللي عندها اليانس لا البابونج عفوا دير لداخل تاني تملح البشره. هنا بعد اللي مسحت كامل تبخرت البشره تاعي وتولات سخونه يعني تفات تفتحوا لي المسافات المسامات عفوا، واش نديرو؟ مسحت بالسربيته ونبداو الحاجه الاولى كامل نحو لي بوين نوار، خاطش كيكونوا المسامات مفتوحين لي بوين نوار يخرجوا رابيدمون. هنا الا حبيتوا تستعملوا هادوما الشرائط لتنظيف العميق للجبين وللانف، يعني هما يجوا بزاف في الجبين والانف اللي عندهم، ولا هاد الاداه يعني هاي تتبع بارتو تنحي لي بوين نوار. انا نستعمل هادي يعني ما عنديش بزاف انا لا فيغيتي مي قلبت. انا بعد اللي نحيت لي بوين نوار ديالي واش ندير؟ ندير المقشر ديالي باش نحو كامل القشور الميته، واللي عندها كيما قلت لكم هذا الكوماج والماسك ديالو تستعمل هذا الكوماج. الكوماج هو اللي يجي الاول والماسك يجي الثاني باسكو الماسك هو اللي يغلق المسامات. ندو الكوماج ديالنا ونروحو نديروه فوق في الفيزاج ديالنا. هنا كيما راكم تشوفوا هاني بديت ندير في الكوماج ديالي. هنا كامل درت قماش كامل وحوالي 5 دقائق خليته في وجهي 5 إلى 8 دقائق، ومن بعد نغسله بماء دافئ. هنا بيان سور نمسحوا الفيزاج ديالنا ومن بعد نديروا الماسك الثاني. الماسك الثاني هذاك اللي درناه بالكركم والعسل واللي استعملت من الاول القماش والماسك، دير القماش في بلاصه هذا الماسك طبيعي، وانا ننصحكم باللي ماسك طبيعي احسن واحسن. هنا راني ندير فيه في الفيزاج ديالي ونخلوه حتى ينشف تماما، ينشف باش نغسلوه. بيان سور راح تتخلعوا تلقاو وجهكم صفر كامل، مي سي با غاف. واش ديروا؟ تشدوا صابونه، انا هاد الصابونه اللي قلت لكم عليها كلين كلي روع يا البنات، هايله كيما صابونه تاع البيبين، نتمنى انكم تشروها وتجربوها. نغسلوه بصابون ولا بجل نيتوايون اللي عندكم تاع الفيزاج وتنحى لكم هذيك صفورية تمتم، باسكو كيما الكركم خاصة إذا كان طبيعي وشباب يجي يخلي لابو شوية صفرا، ما تجوش تغسلو بصابون يروح كامل. هنا نشفت كامل لابو ديالي، واش ندير؟ ندير هذاك يعني الخلطة اللي درناها اللي تغلق المسامات ونخلوها تنشف، نديرو في خدودنا وين عندنا المسافات مفتوحين برك، ونخلوها تنشف بعد نغسلوها بالماء البارد هكا باش نغلقو المسامات كامل تاع الوجه. نغسلوه بالماء البارد كما قلت لكم، ان شاء الله تكون طريقتي واضحه. هنا بيان سور حاشاكم بروسيت سناني ومشط شعري بيان سور، توجهت للغرفه تاعي بدلت حوايجي لبس بيجامتي، وهاني نستعمل هذه ميكساب يعني للكور تاعي للجسم مرطب للجسم، ودرت هذا البارفان اللي شريتها مؤخرا شاركتها معكم روعه ريحتها بزاف شابه، ولي ترطيب الشفاه هذا بوم عليف غادي نستعمل هذا، وتانيت ولي ترطيب الوجه راني ندير دوكا زيت جوز الهند، واليدين تانيت اليدين كنت ندير ميكس نيفيا مي دوكا نستعمل زيت جوز الهند. هذا ما كان الا هنا حبيباتي، درت كاس تاع تيزانه تاع النعناع، كما على بالكم النعناع يهدي بزاف الاعصاب مع اللي نتقلقوا مع ولادنا اللي قلنا غير النعناع. انا حبيباتي عفوا خلاص لا فيديو تاعنا، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وينال عدد كبير من اللايكات والتعليقات، الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.